السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم؟ شو أخباركم يا جماعة؟ اليوم طالعين مشوار لتسجيل البيبي الجديد. أخيراً حتصير بأوراق، الحمد لله. أخيراً حتصير إنسان معترف فيه رسمياً. لقيت هي صايعة ضايعة، مش عندها حل. كيفكم؟ شو أخباركم؟ أتمنى يا رب الجميع بصحة وسعادة. مثل ما حكى أحمد، اليوم رايحين نعمل أوراق رسمية لبيبي لونا. المفروض بس لهلقيت ولهي اللحظة أحمد ضل يلعب بدماغي ومو مقتنع بالاسم تماما. وبما أنه هلقيت ولازم لازم لازم ناخد القرار، بما أنه هينعمل الورق الرسمي لإلا، فأحمد كأنه جاي اليوم والله وفي باله يغير الاسم. والله اسم حلو، اسم والله حلو نفسي اللي فيه. هو لو رضيت بالاسم هذا والله اللي بدك إياه لعمل لك. خذين بالكم في كمية إغراءات على اسم شكلي انا من غير ما اعرف الاسباب رح ارفضه. والله اللي بدك اياه لعمل لك اياه. ايش بدك؟ فكري. بدك تسميها اسم امي. ليش؟ اذا اسم امك حتى الان بتلخبط فيه. بدك تسميها على اسمي. اسم لونا والله مش داخل. بدك تسميها على اسمي وتصير عبير جونيور. لا مش عبير جونيور. توافقي ولا لا؟ لا انا بلشت اشك ليه الاسم هاد وليه بتحكي لي اذا وافقت عليه رح تجيب لي اي شيء. اول شيء لونا مش داخل راسي، وثاني شيء الاسم هاد من زمان نفسي فيه. من زمان نفسك فيه؟ حبيبي اسم اهم. اوكي احكي لي يلا اعترف شو الاسم. بس احنا عندنا وصلنا، احكي خلصي موافقه ولا لا؟ ضايل 3 دقايق نوصل المكان، خبرني انا. طيب. شو الاسم توافقي ولا لا؟ لك احكي. لو وافقت والله لعمل لك اللي بدك اياه. لا انا كيف بدي اوافق من غير ما اعرف شو هو؟ هاي بنتي. ما الشرط؟ ما هذا الشرط، انا هعمل لك اللي بدك اياه لو قلتي اه. شرط؟ شو هذا؟ جزاء لك، جزاء. لو لا يا عم ما تحطيش بالموقف الصعب هذا، ما فيني اوعدك، يمكن الاسم ما يعجبني. والله حلو. البنت هذه اسمها مربوط فيها طول العمر، بس اللي بدك تعمل لي اياه مربوط بكم ساعه والله اعلم حتى اذا مستاهل ولا لا. والله اعمل لك اللي بدك. بدك بسفرك، بدك بنضل، بدك اعمل لك اللي بدك. ياي والله العظيم اني شكت فيك، وحياة الله شكت فيك. اسم مين هاد؟ احكي يلا الاسم. احكي الاسم. واحد. بس فكري دقيقة. اول حاجة فكري انه اسم لونا، انا مش داخل راسي 100% ومش داخل راسك. صح؟ مش كثير يعني، مش كثير. احمد لا تلعب بدماغي، خلص احكي الاسم. لا سبحان الله. ربنا يبارك بس. عشان نتخانق فيه. شو الاسم يا ترى؟ وبنفع نمساوي وبنفع اوروبي وبنفع في كل اللغات. اوكي بقى اكيد لاسم امك ولا اسم امي. اللي شك مثلي يدوس لايك انه احمد في من ورا الاسم اللي في باله قصه او حدا. ولا حدا ولا احنا النزوان كده ما نرتاحش. يلا احكي الاسم احمد، لوعت لي كبدي. طيب يلا استنى شوي بس اعدل. شو هالسسبنس؟ ما هو انت عن جد انا بدي اسمي الاسم هذا وخلص. حسب بدي يجبرني عليه. طالما هذا اخر طفل، لو مش اخر طفل ساعتها لازم يكون في طفل رابع عشان نسوي. احكي يا احمد احكي. ليلى. ليلى؟ ليلى والله بنفع في كل اللغات وحلو ولذيذ وكله متغنى فيه. وبالنمساوي فيه على فكره اسم ليلى، وبنكتب بالنمساوي وبالالماني. انت عارفه اي بالاسم. وبالانجلش حلو. وانا شو حكيت لك عليه من زمان؟ ايه؟ بعشق كيف بالفضول اجانب لليلى. طيب بس لا ليش بس ليش بس خلص خلص هون حلوين ليش بس فش بس. بنتي ليلى هذا اسم يتغنى به الشعراء منذ قديم الزمان وعادي. طيب. ايه والله معانا البنت انا ناسي لونا. لونا مو موافقه. لونا مو موافقه. لا يا بابا موافقه حبيبتي. انت شاطره يا بابا موافقه صح؟ موافقه على الاسم وبتنفذ كل طلباتي. انت برضه مش مقتنع. خيروا حتى تحيروا لنشوف يا جماعة شو عبير رح تقرر. يلا خلينا نروح نشوف بالآخر على شو رح نرسم. أصعب شي صراحة حسوا أمانة برقبتي إني اختار اسم لطفل وأنا مالي ما يطلع يسمي حاله من حاله. شوفونا من ليلى. We want to do something. بس لونا ليلى. لونا. لونا ليلى. لونا أو ليلى. Wir können das zweiten Vornamen geben. Stimmt. لونا ليلى. Ja. Wirklich. Ja. لونا ليلى؟ يا كيت. اوكي باست. Zweiter Vorname.
لونا ليلى. Oder? Wie wird das dann wird immer das dann? Na, sie muss nicht immer schreiben. Sie kann nicht immer schreiben. Mhm. Luna Leila, weil es ist kein Bindestrich. Nur wenn ein Bindestrich wäre. Genau. Aber so kannst du immer nur Luna schreiben oder wenn es gut aufklickt ist, schreibt es Luna Leila. Mhm. Gefällt mir, ja. Echt? Halb und halb. Halb und halb. Ja, so hat jeder seinen Willen, gell? Papa hat seinen Willen und die Mama hat ihren Willen. Ja, Luna Leila gefällt Luna. Mir ja, sehr. Sind Sie verheiratet? Ja. Ja? Ja. Dann schreibt der Papa das Leila da noch dazu. Ja. Aber was ist schöner, Luna Leila. Ich finde, dass sie sich gut erwacht, Luna Leila. Ja. Das ist also Luna Leila. Mhm. Ich weiß nicht, wie man Leila. Man schreibt L-E-L-A. Ja? L-E-I-L-A. Also Emil. Leila gibt es verschiedene, gibt es viele, ja, viele Schreibweisen. Eine englische oder deutsche. Wenn sie es im Englischen ist, ist es die Leila. Warten Sie mal. Auf Arabisch Leila. Leila. Es gibt Leila mit L-E-Y-L-A, das ist ja der arabische Vorname. Leila. Yeah. Es gibt da Leila mit L-A-I-L-A. Oh Mama. Ja. Nein, das ist. Schau mir. Luna Leila. Luna Leila. Okay, ja. Okay. Passt. Dann noch unterschreiben, bitte. Da. Na, drüber. Da. Da, genau. Okay. So akzeptiere ich Geschenke, ja? Halb und halb. Jetzt nein, nicht hast du gesagt für Leila? Okay. Ja, passt. Muss ich unterschreiben auch? Das passt. Okay. So, das. Dankeschön. Bitte gerne. Hekradin? Hektemann? Ja. Luna Leila. كل واحد يناديها بالاسم اللي يحبه. لونا ليلى. شاب. تمام؟ حق اللي بدك اياه. يلا سفرة وهدية. اوكي. عن جد؟ وهدية اساس فلسطين، اوكي؟ يا كنا. طلعنا راضيين احنا الاثنين، ما اشطرني. Ja, Mira, Lara, Luna, Leila. Luna, Leila. Was ist das erste Mal? Mira. Weit? Weit? Lebiste. فكرت حالي راح اغسل. So, der Papa unterschreibt mal bitte in beiden Feldern, das ist für die Wohnsitzanmeldung. Okay. خليها عاسمة عيلتي. كم تدفع؟ خلص تورطنا. تورطنا بحاجتين. اوكي خليناها حسين. يلا. يلا مبروك عليك. اوكي واخيرا خلصنا من تسجيل اوراق البنت ومعانا هلا بحياتنا خلصنا اوراق بهاي السرعه؟ لا الصراحه كانت ميسره جدا، على طول دخلنا اصلا من غير ارقام من غير انتظار من غير شيء، كانت ميسره كثير وبلا موعد جايين الحمد لله. لا مشت الامور كلها تمام، والاغرب من هيك انها مشت بالنسبه للاسم كمان، احنا الاثنين طلعنا راضيين، صار اسم بنوتتنا لونا ليلى. في هنا في النمسا او في اعتقد في اوروبا بشكل عام في اللي هو زفايتا فورنام اللي هو الاسم الاول، بس يعني ممكن تسمي اسم اول اسمين يعني. على فكره كان في مسامحة بنفس الطريقه، واحكي لك انه ما راح احول اسم البنت على اسم عيلتك. لا هاي صعبه كده يعني، كل بنت تكون من عيله شكل. روحي كان الموضوع بايدي، بس انا وقعت لك عشان قلبي طيب من غير مسامح. وغيرنا اسمها طبعا، هنا بيسموا اسم البيبي اسم امهم على طول. وتم الموضوع الحمد لله. اوكي. اسم الطفله شو؟ لونا ليلى. حتى الموظفه قالت لنا يعني حلو التسلسل الغريب. ايش ما بدي ايش ما بدك انت نصه. اوكي انا متنازل عن شوف الهبل تبعي. بتاخذي نص صفرة بتروحي بس ذهب. لا يا ريت بتروحي بس ذهب فيش فيش ايام. لا لا متنازله عن السفرة. مش يعني كرم اخلاق مني، ولكن عشان صعب الموضوع حقيقة صعب. طيب ماشي. طيب ايش بدك هالجيت يعني عشان نعرف؟ الثاني انا ما بعرف شو عندك بدك تجيبيه. انا مش عارف شو كنت انت اللي حكيت، انا قلت لك اللي بدك اياه مش انا اللي انا اقرر يعني؟ لا انت واخلاقك. انا واخلاقي؟ انت وفلوساتك يا معلم. خلاص بنجيب لك در. كنت اجيب لك خاتم، بجيب لك نص خاتم هالجيت. طيب يلا يلا يلا.
يلا بنروح جيب لي خاتم. يلا وين بتروح؟ ذهب ولا اكسسوار؟ لا والله ذهب سوليتير على قولت ال سامعين؟ سوليتير شايفين؟ صادق ها؟ تمام. ايه اللي بدك اياه؟ اكبر واحد. انا ما تكونش طماعة برضه يعني. شوف مش عارف ايش بدك؟ جوا؟ تعال يلا. محتارة مبسوطة؟ شو رأيكم؟ حلو؟ كثير حلو خصوصا انه مهم يكون عاجبه. طبعا عاجبه الراجل اللي بجد هو اللي بقد كلمته. يا ولد حبيبي كله تمام؟ مبسوطة على اليوم؟ جدا. صرنا عارفين اسم بنوتتنا. يس لونا ليلى. وهلقيت وصلنا للنهاية ومثل ما شفتوا احمد اليوم قرر ووعد ونفذ. شفتوا؟ كله نفس اليوم نفس اللحظة نفس الساعة حبيبي. يدوم عن سفر. هلقيت هلا لازم نحكي لكم باي باي واستنونا بفلوج جديد. واذا حبيتوا هذا الفلوج ما تنسوا تعملوا لنا شير ولايك وسبسكرايب. بالضبط. فلازم نحكيكم باي باي. والله صار لازم باي باي.